ما اجت بالريش اجت بضلوعي فاتح لهم حضنك وموضوعي حاسب حسابك هوش مالك نسيت بريت ردك مو قبال شموعي لا ترد دموع باجيهن علي مطرت الدنيا ولقيت دموعي بابيات الضيف مساء الشعر والقافية عليكم وعلى كل جمهورنا اللي يتابعونا من خلال شاشة الديار الفضائية وبرنامجكم الشعري ثام السماء. حلقة اليوم راح تكون مميزة كالسابق لأن الضيف ممتلئ شعريا ومميز جداً